شوي مكتبه سوي لي هذاك اليوم. شو مكتبه بعاه؟ ايش تبغى يا؟ سوي لي حركه بطن شبد. لا هاد غيبه، ترضى تاكل لحم اخوك بدل هذا الاكل؟ الله وصف لنا الغيبه كذي في القران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين من برنامج جيل الآيباد. اليوم حلقتنا غير، اليوم احنا نزور أحبابنا الصغار ونسألهم أسئلة، ولكن اليوم عنوان حلقتنا عن الغيبة. خلنا نشوف أحبابنا الصغار بيعرفون معنى الغيبة أو ما بيعرفونها. تابعوا ويانا لنهاية الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. وش اسمك؟ حسين مهدي. حسين مهدي، من المارخ لو من بين جمرة لو من منامة؟ راس. من الدراس يعني، ولا واحد من هالخيارات. شو اخبارك؟ زينة. زينة؟ زينة فايد حسن علي أحمد. أنا 4 سنوات. 4 سنوات؟ اي. من الدراس. من الدراس. اللي يكذب شاطر لو مو شاطر؟ مو شاطر. عليكم السلام. وش اسمك؟ سيد هادي. سيد هادي. السيد يوسف. السيد محفوظ. السيد بس الى سيد محفوظ. زين، من وين انت سيد هادي؟ من سار. من سار. وعليكم السلام. حوراء السيد هادي. حوراء السيد هادي. 5. 5 يعني في الصف الاول لو في الروضه. في الروضه. عليكم السلام. اسمي سيد احمد يوسف محفوظ. اول 9. الرابع. الرابع. أسكن في سار. أسكن في سار. أحنا تفصف الرابع، ذكرتنا. طلعت النتائج. وين كم جايب؟ 96. ما أظن إنك جايب 96. أظن أمك اللي هي اللي جايبة 96. أنا. رسالة من القلب للقلب. أشكر جميع الأمهات اللي ثابروا وتعبوا وسهروا الليالي والأيام عشان يشوفونا مهندسين او دكاتره او اطباء. تعال تعال بقول لك شيء، شوف اللي يصور حق كشخه له كله يصارخ، صح؟ له مو زي المصور، له ما تبي المصوره وجهه يضحك. له ما يضحك؟ لا. زين الحين احنا اللي قلنا الكلام صح لو خطا؟ لا ما يصير، هاي يسمونها غيبه. شفت انت يوم يخلي الكاميرا بالزور صح؟ ليش سوى كذي هذا؟ لأن يوم بيته. الحين احنا اللي سويناه صح لو خطا؟ خطا. زين الحين احنا تكلمنا عنه، وش نسوي؟ لازم نتأسف منه. اسمع، ما دام الحين احنا تكلمنا عن المصور لازم نتأسف من عنده الحين مو بعدين. قول لي آسف. آسف. أنا بعد أقول لي آسفة؟ آسف ها؟ تعجبني. ما تكلمت عليه ولا وافقتني الراي، بل سكت وخليتني اسكت وياك. اللي يقول كلمات مو زينه شاطر ولا مو شاطر؟ مو شاطر. ما اظن انك جايب 96، اظن امك اللي هي اللي جايبه 96. وخلنا نشوف الحين نختبرك. عرف ما يلي معنى الغيبه. يعني اتكلم على واحد مو موجود هو ما يدري. وما يدري. زين الحين انا الاستاذ وانت الطالب وعرفت الغيبه، نشوف والاجابه صحيحه تستاهل 96. ام بلعب ياش لعبه تلعبين؟ ايه. خلي اصابعش في ادايمش. انزين. لازم ما تسمعيني. انزين. اوكي؟ اوكي. لازم ما تسمعيني. انزين. زينب تسمعيني؟ لا. زينب تسمعيني؟ لا. سمعتيني خسرتي. ما سمع. وش رايك في الغيبه؟ وش تعرف عن الغيبه؟ انه اذا واحد يسوي هو اللي يتكلم عن واحد موجود اقول له يتوعد عني. روح. وقبل لا تقول له روح وش تقول له؟ هذا شي خطا. شي خطا. وبعد لا تقول هذا الكلام. وروح تستسمح من اللي قلت له. ايه اللي تكلمت عنه روح استسمح منه. وفرحتنا وانستنا ودي الملكة، ودي الملكة. سعيكم. طلعتك في التلفزيون. طلعتك في التلفزيون. انت اللي اتصلتين ذاك اليوم. قول سلام عليكم. سلام
فاطمة سيد بادل، من وين أتين يا فطوم؟ من الأمام. لو أنت تمشي أو رحت مكان مجلس وسمعتهم يتكلمون عن شخص مو موجود، وش تسوي؟ أمشي. هذا فعل زين يا حسين إنك تمشي عنهم، لأن الغيبة مي زينة، واللي يستمع الغيبة نفس اللي يختاب. ترضى أحد يتكلم عنك بكلام سوء غيبة؟ ترضى أحد يختابك؟ لا. ليش ما ترضى أحد يختابك؟ لأن هذا شيء غلط، لازم نسامح منه عشان الله ما يودي لنا. إيه، عشان الله ما يودي لنا. مثل إحنا ما نبقى أحد يختابنا، الناس بعد ما يرضون أحد يختابهم. يعني هذا الشيء خطأ، إحنا نتكلم عن الناس. إيه، اللي يختاب قوي لو ضعيف. ضعيف. إيه ضعيف. أكو شاطرتي. هل إنه زينة أو مو زينة؟ مو زينة. ليش مو زينة؟ غيبة. أتكلم عنه أنا. أتكلم عن واحد مو موجود ولا يدري أنا وش تكلمت عنه. عادي زين، مو موجود أنا مالي خص بي. لأن أسبب مشاكل تالي، هذا ممكن يصير لي شيء. صدقت، الغيبة تسبب المشاكل، وللأسف الغيبة موجودة في كل مجلس وتسمى فاكهة المجلس. لو أنت في مجلس وسمعت واحد يختار، وش تسوي؟ أنصحه أقول له لا تتكلم على الآخر، وتالي أمشي. تالي تمشي. قبل لا تمشي إذا نصحته يمكن يتعدل وتقعد وياه. إيه؟ سمعنا عندك السنور. وش؟ لا تقول مياو. قالت كيف أسوي؟ كيف أسوي؟ مياو. لا لازم تقولي ما قلت لي وش اسم السنور. نونة. نونة. نونة؟ إيه. حليو نونة؟ إيه أحبها، عندها وايت لابسة، عندها أدايينها حليو، عندها فلو راشها مني، كانت في فوقها كذي. خلاص أنا باخذها مدام أدايينها. هذا مالي مالي مالي. ما في. لوين مالش؟ مالي مالي. لا مالي. لمن قال مالش مالي؟ لا اشتريناها من أمس. اشتريتونها؟ إي مالي حكي. أنا باخذها. لا باخذ اللي والله. سمعنا فيديو. عطست فوق الوردة، قالت قلنا فليرحم. إن كانت صغيرة دعت الله، كان في بطن كمان. حصيصان شو حلوين، حصيصان شو حلوين. عرفت عن وش الغيبة؟ كذا واحد مو موجود. تتكلم عن واحد مو موجود، تمشي انت تشوف واحد يغتاب في المجلس ونصحته وقلت له غلط، واصل في الغيبة ما سكت، وش بتسوي؟ بتقعد في المجلس تسمع؟ لا، وش اقول لي على شي خطأ واتعمل، روح اقول لي اسف بعدين امشي. لو انت كنت تمشي او قاعد في مجلس الا تسمع واحد يغتاب شخص انت تحبه، وش بتكون ردة فعلك؟ ما برضى. ما بترضى؟ انت ما بترضى لأنه شخص تحبه وعزيز على قلبك، يا من أهلك يا من أصدقائك. الغير بعد ما يصير تختابهم ولا يرضون تختابهم. ليش الغيبة مو زينة؟ لأن هذه الغيبة كلها هذا كلها عشان يطلعون كلام إبليس. من عيد من عيد اللعبة؟ نبدل لعبة؟ ها؟ نبدل لعبة؟ إيه. أي خلاص شاطرة. ما سمعتي؟ سمعتي؟ لا. سمعتي؟ لا. خسرتني في الموضوع. الحين هني لو في واحد قاعد ويختار، وش بتقول له؟ ليه؟ تفعل. وصلنا وياك يا حسون إلى نهاية الأسئلة، وعرفت إن الغيبة شيء مو زين. شاطر يا حسون، وسوي للكاميرا مع السلامة. السلامة. قول للكاميرا مع السلامة. مع السلامة. سوي للكاميرا مع السلامة. مع جيل الايباد. مع سلام جيل الايباد. اشتركوا في القناة ولايك وسبسكرايب. مرحبا انا ريحان، احكي حكايا في كل مكان، احب ان استكشف كل جديد واتعلم كل مفيد، فذلك يجعلني طفل سعيد.
اعلموا أيها الأصدقاء أن اللسان نعمة من نعم الله العظيمة، وأن علينا أن نستخدمه بالكلام المفيد والابتعاد عن الكلام المؤذي كالسب والشتم والغيبة. ولكن هل تعرفون ما هي الغيبة؟ الغيبة أن يذكر المسلم أخاه بما يكره وإن كان في أخيك ما تقول. والغيبة أحياناً تكون بالغمز والإشارة والكتابة، وهي أحد أسباب ضعف العلاقات وضعف أواصر المحبة بين الناس والاعتداء على أعراض بعضهم البعض. فتجنب الغيبة طهارة للسان وصون لأعراض الآخرين. ولكن هل على المستمع للغيبة ذنب؟ نعم، المستمع أيضاً شريك في الذنب إذا لم ينكرها بلسانه أو قلبه، فعليه أن يقطع كلام المغتاب ويرد غيبة أخيه، أو يغير الكلام، أو يقوم من مجلس الغيبة، فإذا لم يفعل ذلك فهو شريك في الغيبة. هذا ما لدى ريحان لهذا اليوم، دمتم بخير. وصلنا وياكم أحبابي إلى نهاية الحلقة، ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتابعونا في الحلقات القادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا عن بطاقتك. شفت مجتبى سيد مجتبى؟ عيد 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 ما تضحك سيد محمد. الصراحة عندك وش عنده؟ لا تكلم ما صار نتكلم عن الناس اشياء مو زين. ايوه شوف ما كنا ان شاء الله انت بعد اسبوع محاجينا قايل له ايه. وش اسمك؟ حمراء سيد هادي. كلت طيحة فيني كلت. انا قاعد اطالعك من انجاب له تالي سيد. هذا اليوم ويا احنا مخلصين هاتي طبيعته. وش سوى شي صاف.